أن بعثة من مفتشات الدولة كشفت خروقات اليوم الثلاثاء في تسيير مخزون الأسمدة التابعة لوزارة الزراعة والمدعي في مخازن تتبع لشركة سوني ماكس بمدينة روسو جنوبي موريتانيا. وفقا للمصادر فإن 1.2 مليار أوقية تم اختفاؤها من فرع شركة سوني ماكس في مدينة روسو، وكان اختفاء مدير الفرع أثار الحيرة في نفوس سكان المنطقة والإدارة منذ السبت الماضي. كان الرئيس الموريتاني قد أدى زيارة الأربعاء الماضي للمدينة بهدف تنشيط الحملة الزراعية لسنة 2015 و2016 التي أكدت فيها وزيرة الزراعة وجود مخزون معتبر من الأسمدة في مخزون الوزارة يعول عليه في مستقبل تفعيل الزراعة الموريتانية. هدد